بي ال سي بانك للسنة السادسة على التوالي بنظم مسابقة البريليانت لبنيز اووردز للمبدعين بالأعمال، والشخص يلي رح نستقبله سوا بالفعل عاش قصة بتخلي كل شخص منا يقدر يتخطى كل المصاعب يلي بيشوفها بحياته ويحقق كل أحلامه. بنستقبل سوا محمد بيضون. محمد بيضون أهلا وسهلا فيك. عن جد أنت شاب طموح وما في شيء يمكن بيكسرك أو بيقف بوجهك، وضروري هلأ يعني تشاركنا بقصتك يلي فيها عن جد كتير هيك إذا بدك يعني في بتأثر بالشخص، وكمان بتكون عم تعطيه حافز لو شو ما واجه بحياته يكون عم يتخطى كل الصعوبات. بعرف إنه عشت لفترة طويلة بقودة ناطور. مزبوط. خلينا نوضح أول شيء كيف تأسست الشركة. شركة اسمها الأركيتكت، أنا وبالجامعة أسستها، وما كان معي سبور من حدا، لا من أهلي لا من رفقاتي. لما أسست الشركة كنت قاعد بأودة ناطور؟ لا، فتحت المكتب بأودة ناطور. أوكي. أخذت أودة ناطور بجراج بناية وأسست الأركيتكت فيها. كانت كل العالم عم بتقول إنه شو عم بيعمل، شو هالشي اللي عم بفكر فيه، إنه معقولة عن جد عم بحط طموح. أنا أول ما أسست الشركة دغري حطيت طموح إنه الأركيتكت رح توصل للي هي فيه هلا. بس ليه اخترت أودة ناطور؟ هل حتى تفرجي إنه واحد يعني من مشي بيقدر يعمل وبيقدر يوصل؟ أكيد من مشي بيقدر يحط يعمل شو ما بده، as long as هو إنه مآمن بهيدي الفكرة وعم بيشتغل عليها ليل نهار وما بيستسلم لشو ما صار. فكان حافز كتير إلي انه اخذ هالقوده جراج البنايه اللي كانت حد بنيتنا، والعالم اللي هن المهندسين اللي كانوا معي بالجامعه سموها قوده الناطور. فهذا كان حافز لي اقوى انه لا، قوده الناطور رح توصل للاحلام اللي وأهلك. انا عم بوصل لها. هلا اهلك كانوا داعمين؟ دائما الاهل بخافوا على اولادهم انه ياخذوا خطوات جريئه، فطبيعي ما كان عندهم هالدعم، ما كانوا بيتوقعوا انه اوصل انا لهون، ولا بيتوقعوا انه انا بحط لهم هلا احلام، ما بيتوقعوا، ما بيقولوا انه انا اللي عم بقوله حقيقه او ممكن اوصل لهم. لافت اليوم بالموضوع انه الواحد لما يكون عم بأسس شركته دائما بفكر انه الاوفيس لازم يكون كثير حلو، المكتب، الشركه، انت فكرت بالعكس، ما خفت انه اليوم الاشخاص اللي عم بيتعاملوا معك او ممكن البروجكتس اللي عم تشتغل عليهم اذا بده يجي لعندك كلاينت يفوت على هالاوضه اللي انتم سميتوها اوضه الناطور ينقذ؟ باول فتره اكيد، باول فتره كنت كثير نقزام هالموضوع، بس انا اشتغلتها بايدي، يعني انا رتبتها ودهنتها واشتغلتها مثل ما انا بحبها، وكان المود بيشبهني. وشركه هندسه يعني اكيد رح تكون حلوه. اكيد. وهذا الشيء بالعكس كان حافز لي، لانه انا كنت عم فرج العالم شو هو مكتبي، والطريقه اللي كيف كنت عم بحكيهم انه انا وين رح اوصل وين رح اكون، كان هذا الشيء عم يخلق لهم موتيفيشن اكثر انه يشتغلوا معي ويثقوا فيي. شو هلأ عم نشوف محمد؟ هون عم نشوف مكاتبنا هلا اللي هن بعدهم اندر كونستراكشن. كيف بال 2012 كان مكاتبي، وهلا وين صرت عم بعمل سستينبل انفايرمنت، هلا رح نحكي عنه اكثر بالحلقه. بس من 5 سنين بس فتحت شركتي كنت عارف انه رح وصل مكاتبي لهون. كنت هون مثل ما مبين بالصور الاساس او الجوهر او الاهميه الكبيره عم تكون للطبيعه، بيجي للديكار المكتب هيك مكفل هالموضوع. مكفل الموضوع. ايه عم تستفيد يعني من المناظر الطبيعيه كثير. هلا رح اقول لكم ليه هالموضوع اللي هو هلا رح نوصل له، اللي هي ذا بيج فيجن او الرؤيه اللي انا عم بشتغل عليها اللي هي لبنان 2040. فهلا رح نبلش فيها. انا وبلشت اسس الشركه مثل ما قلت صرت كبرها شوي شوي. حطيت خطه بهالخطة انه انا ب 2014 بدي انقل على داون تاون، لانه اسست شركتي كان عمري 22 سنة. قلت ب 2014 بدي انقل على داون تاون. من اوضة الناطور لمكتب داون تاون يعني. نعم. تأثرت كثير صرت كل يوم عم بسمع موتيفيشن ستوريز، وعم بسمع ناس كثير أثروا عملوا تشينج وعملوا تغيير بالعالم، صرت كل يوم عم بتسمع لهم. بأول فترات حياتي كان كل همي انه أعمل مصاري، وتش اذا كنت عارف انه هيدا الموتيفيشن غلط، وهلا اتاكد لاكثر انه هيدا غلط، بس كنت ماشي على هالموضوع. بعدين انتقلت لانه بدي اعمل نجاح. بعد النجاح صرت بدي اعمل اكثر، صير مشهور اكثر. بعد الشهره لقيت انه لا، هيدا كله غلط، لازم ركز على انه اعمل تغيير.
انه اعمل تشينج، وكل العالم اللي عملوا تشينج بحياتهم انشهروا وعملوا نجاح وصار معهم مصاري. فهذا كان البيك فوكس تبعي. كرمال هيك صارت لاركتك تعمل مشاريع اكبر، وصارت لاركتك عم تعمل مشاريع انجح واوسع، وقررت انه انا اعمل شيء اسمه لبنان 2040. اللي هو شو؟ اللي هو عم بحط خطة للبنان كيف بده يكون بال 2040، وعم بعمله دولة فيها اكتفاء ذاتي. هذا الموضوع صار لأنه بال 2015 بعد ما لاركتك كبرت صار عندي 10 مهندسين فيها، فتحت شركة اسمها ناشونال ارت اللي هي ماركتينج اند ادفرتايزينج. سو صاروا لاركتكت وناشونال ارت عم بيعملوا براند اكتيفيشن. سو صرت عم بعمل كونسبت دو ا زد، صرت عم بخلق البراند فروم سكراتش. سو خطرت على بالي الفكرة أنا وبدبي إنه دبي كيف كانت وكيف صارت، ليه لبنان ما بده يصير فيه ذات الشيء. سو أنا وراجع على لبنان قلت إنه خلينا حط خطة للبنان، فطلع معي اسم لبنان 2040. صار كل تغييري وكل حياتي عم تمشي هالموضوع. صار كل البروجيات اللي عم بشتغلها عم توصلنا لهالفيجن. شو هو لبنان 2040؟ أول شيء بلش معنا بدي أعمل لبنان أفضل، بس كمان من وقت لوقت صرت حسنه ويجوا عالم يعطوني أفكار. صار في sustainability اللي هي self sufficiency. كيف بدنا نعمل sustainable country فيها اكتفاء ذاتي؟ في layers معينين بدنا نشتغل عليهم. الشيء اللي صرت أعمله إنه حط كل layer شو هي، حط لها هدف، يعني الطاقة، المي، الترانسبورتيشن، البابليك سبيسز، الاوربانيزم، كل بلان عم حط له هدف. لحتى انقل هذا الموضوع على ستيب اقوى، حاطط خطه هلا ب 2018 انه ابرم على الجامعات جامعه جامعه. خليت لي كل تلميذ الاركتكتشر والانجينيرينج ما يشتغلوا بروجيات بر هزار، لا خلي كل بروجياتهم بتصب للبنان ولمستقبل لبنان وتكون ايكو فريندلي. بعد ما خلص الاركتكتشر والانجينيرينج بروح على البزنس فاكولتيز. بعد ما اخلص بالبزنس فاكولتيز بخلي كل بروجيات الاركتكتشر والانجينيرينج يعملوا ستاديز لهالبروجيات. أكيد نحن رح نكون ناطرين يعني أفكار كتير وأهداف كتير عم تتحضر لمحمد. بعد 23 سنة رح نرجع نلتقي فيك، وإن شاء الله بتكون أكيد حققت الفيجن تبعيتك. لازم أكيد. محمد بيضون أهلا وسهلا فيك. يعني اللي عملته فعلا بيعطي إذا بدك أمل لكل الأشخاص اليوم الموجودين بلبنان أنه فعلا نقدر نحقق كل مشاريعنا ونأسس شركاتنا ونوصل لكل أهدافنا. شكرا مرة تانية وموفق بكل أعمالك. شكرا لكم. ميرسي.